السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. واليوم الفيديو له مقامرة وله طلعة. اليوم كراب، اليوم كاظينا يكربون علينا بالبستان. هذا جد صدام، وين جد صدام؟ اليوم جابانا للبستان حتى نعمر النخلات. بعدكم تعرفون الشياب علاقتهم بالنخل والشجر وهاي، فاليوم راح نعمر النخلات. بس شنو مقابل شيء؟ بعد ما نخلص ونكمل راح يجازينا ويعطينا شيء مستفاد من عنده. فخلكم بالفيديو، قبل ما تشاهدونا وتكملون حطوا لايك من هسه وعلقوا 5 تعليقات، وشوف نفسك مشترك بالقناة ولا ما مشترك. هسه راح نبلش شغل. شنو عندنا اليوم حماي شغل بالبستان؟ احنا اليوم شنو عندنا؟ انا اول شيء ما سالتك، انا ما سالتك، سالت حماي. انا سالت حماي. هاي شلون اطلع اطلع هاي شلون؟ انا سالت حماي. تحياتنا لكم طبعا شباب. اليوم جينا للبستان. خلنا المايك ما يسمعوني. طبعا جينا اليوم تتاكل جمار مو؟ نعم بدي اكل جمار. قال ابوي ما اخليكم تاكلون جمار الا تحفرون النخلة. اللي تشتغلون شوفوا. هسه راح نبلش بهاي النخلة، نعمرها داير ما داير. يلا روح. حتى الماء يظل بيها من نسقيها. شوف عافية عافية قواهم الله. انا طبعا انا اصورهم لان يعني ياي يوصل صورة الاعلام. تعال انت وانا شباب. طبعا هذا والله هذا شوفوا، انتبهوا من هذا اللي عنده حلال وهاي. اي خل انتبهوا من هذا. شوفوا منين؟ ها ايش بيه هذا؟ هاي بسهم؟ اي لا عيونك. اي صح 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 صح. بس يا ما تأذي بالله. قف قم بس تأذي تموت. والله مرة سوينا النخل انا وحميد، بس شنو يعني مو مثل هذني. لا هذني العاليات شوفن. ايه ونصعد فوق ونسلع قصة هاي. الله اكبر. والحسين رجعت البيت ما نايم. لا والله صدق رجعنا، يعني رجعت ما قدرت انام. هذا القسمود اذا طب ايدك، يعني القسمود اللي ما يعرف الشوكه اذا طبت ليك بعدها يسلم. مو شباب هو شنو موسى دائما يشتغل بالبستان، ف دائما يواجه هاي الشوكه، يواجه اعراض وهاي لان دائما يشتغل بالبستان. حياتي لكم. طيب دبانة رصتي من الساعة. والله طلع الشغل سهل، ما رايد له شيء. يعني تخيلوا بس نشيل هاي السعفات نعمرها وهذه هو. كم نخلة حمي؟ كم نخلة؟ كلها سعيد. بشوف دي؟ ايه. اقول لك شو طال؟ سقاطرتون ابوي ابوسكم يومية يعني سايق نخلة. نخلتين؟ عم نسوي نخلتين. اقول لك بس والله طالعين حلوين هنا انتم. صدق. والله العظيم. احنا حلوين. شو طالعين حلوين؟ هم صدق. يس نو. يلا حميد يلا. قواك الله قواك الله. والله شنو تغوى بس طحت. الله. اكبر من نعم. نعم. كذلك ايضا. وهاي كان خلص وحده وهسه منتجهين للثانيه. شباب اللي يريد شيء لازم يتعب شويه، فلازم نتعب نفسنا. يعني نسوي لنا 2 3 4 5 6. لا ما نوصل 6 5. يعني اكثر شيء 3 4. لان نتعب اذا تعبنا بعد ما بينا حيل نروح نقطع لنا نقله ونطلع جمارها. شوف ما راضي. جد ما راضي. والله ما راضي علينا. هسه راضي؟ لا نازك. لك والله صدق ما راضي. بس يشوف راح راضي قوي. حبيبي نرجع والله العظيم. تعال حكي على حميد شوي. كظن حميد. طبعا دائما يسالوني ليش تلبس الكابوس بكل تصوير او ما ادري ايش يسمونه انتم بلهجتكم. انا احب البسه، شعري ما بي شيء لا بي مثلا اي شيء، او بس انا احب البسه. والجرح مال خشمي دائما هم تقولوا لي ليش كافي تحطوا هاي. مرت 3 ايام على الضربه بس لحد الان، يعني الا ما انطق طقه خفيفه يضل ينزف. فانا اليوم حبيت افتحه قدامكم لان احسه ما دام شويه الجو مشمس اليوم، فالشمس زينه اليه حتى شويه جرح يا بس ويلتهم. شوفوا والله حسه شويه زين. ما طقت الشمس شويه نشنش. هسه صار دور السماد. نجيب سماد ونحط النخله. حتى شنو هذه قوه النخله. بس نحط هذا السماد ونوب نروح نشوف شغلنا. نعوف جدي هنا الواحد يشتغل. راح ميت. وقت كسر ظهرك العوز. ها ظهر العوز والله. طبعا واحنا نريد نذب هذا السماد للنخلة لاحظنا هنا يوجد ابياض وحية. شوفوا بيضات حية هذن، بس مال حية كبيرة هاي البيض. والله حية كبيرة.
طبعا هسه يقولون شلون بيضة مال حية؟ شلون عرفتها بيضة مال حية؟ بسرعة 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 اشرح. بيضة تصير طويلة. بالضبط شوف طويلة. شوفوها تمام. هاي بيضة الحية دائما تحفر. شلون تعرفها بيضة الحية؟ ما حد يعرف بيضة الحية غير الحية. لا يعني مستحيل انه غير الحيوان. ليش؟ لان هناك ما غير الطيور وهاي السوالف. دائما الطيور فوق ما تغير الجو. عافية دارس دارس. انت طبيت الكاميرا بعيني ولا؟ تولى خلصني. والله طاحضنا. يلا جود باي. يلا موسى كافي. يلا موسى. لا ما ترى اقول لك حوايد مو ترى ما اسوي بك مخله. يلا 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 اي اي بي ما طق ما طق ما طق طاح بالقهوه ما طق ظهره ظهره مو من يصل من الوسخ ما طق بالخلق. يلا شباب تعالوا خلينا نطلع النخله وطلع الجمار ما لحق. يلا جود باي. لقينا النخله المناسبه حتى نطلع الجمار. شوفوا 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 هاي اللي راح ناكل جمارها اليوم. شوفوا شوفوا ناخذها. طبعا جدو ما راضي. ها يلا. جدو شو طلع جمارها؟ والله راضي؟ ايماني سالفه. ارداها زرع بلادها. ماي بالطبارة بالطبارة. هاي زرعناها تعبنا عليها. وتاليها طلعت مو خوش نخله. تعب عليها ويطلع مو زين. اي والله شلون البزر؟ لا تتعب علي بنادم. اي والله هالطفي يكبر يكبر نو بصير مو خوش ادمي. يطلع مر خوش ادمي خوش مثل هاد مويد مويد. اقول لك لك حويد راح يروح يجيب شيء او يجيب ستان حتى يثبت الكاميرا. اي اسوي نبي دقه. لا والله ابغى شيء ادك والله بالترمتر. والله قبل لا يجي اسوي كيف نفكر انه بشي ونسوي. طبعا شفنا السالفه تطول فقلنا نثبت الكاميرا ونروح نشتغل بالنخله وراح اخليكم التصوير مسرع. طبعا شوفوا منقلكم يسوى التعب والله صدق يسوى التعب. ها لحم ابيض. ها هلو والله الطعم فشي. عود هسه هاي صغيره خلاص نشلع الكبار نوصل للسهم الكبير وشوف الجمار شلون يطلع. لحم لحم ما صار فيكم على الطعم. خل نروح اكمل. وكان نشلع الفرخ الثاني باغيات ستة بس هذا شوي شلعناه احسن من ذاك اكبر من عندهم. يعني هسه بي جماره كلش حلوه. ها جدو سوي هذا. ايه راح اخلي لك هنا امام الكاميرا. وهسه راح نطلع لكم الجمار ونعلمكم شلون تطلعون الجمار المبتدئين. المبتدئين اكو بها استاديه هسه راح نعلم المبتدئين. هذا كله ينذب. هاي معروف وهسه وصلنا للحمه البيضه. اللحمة البيضة مثل ما قلت لكم وهسه وصلنا للحمة البيضة ومنتظر أكلتها. أنا منتظرها والله صار لي قد مشتهي جمار أبالي فقلت لهم اليوم لازم أشلع الجمار. أنا أدري بك مشتهي بس شنو قلت أنا أبوي خاف ما يقبل. لا ما نشوف اليوم هو إحنا برضاتي والله. أوكي يدي خلونا يدي خلوني. والله الطعم فشي. لحم ابيض. تعال قرب الكاميرا تعال تعال. تعال شوف اللحمة البيضة تعال. تعال.
تعال هنا. انتم هسه مجرد ما تشوفونه راح تحسون بطعمها. والله العظيم يا شباب تحسون بطعمها. ديش لك ديش. ها. كان المتابعين ما اعطيتهم اظن. نسيتكم. شوفوا لا ما ذكرتكم. يلا. تحرقك. خلي لك. اريد. خلي لك حتى تحرقك. بعض اصبعتهم هنا اعطيتهم. يا بنات الطعم خيالي. انا حط لكم الرابط حتى تطلبون توصلون من عندهم. كل واحد حلو يمثلونه بالجمار، يعني قد الجمار حلو. ايوه صحيح. والله سمعتوا ايش قال جدي؟ كل واحد حلو يمثلونه بالجمار. هاي من جمار ابيض طعمه حلو. تدرون انتم جمار؟ الله اكبر. وكان نطلع الفرخ الثالث. بس كبير هذا، بس هذا اكبرهم. تعبنا والله كلش تعبنا. ايه هلا اقول لك مساء. جاب لا والله ولو هي ظلمت، بس قلنا ما نروح اذا ما نشلع الفرخ الثالث. وشلعناه وجاي سوون بي وننتظر طلع الجمار وناخذه ويانا ناكله هناك بالسياره، لان جاي تظلم ورانا طريق. وهذا حمودي خطيه تعب. قم هاو الكاميرا. شلونكم الشباب؟ شلون صح؟ ان شاء الله زينين. عود وجه كبير. قول لي ما يحطون لايك. اوه نسيت الشباب طبعا حطونا لايك. وعلي اخذ التعب والله، وانا تعبنا ترى شباب. حتى ربع ما يعطينا والله. شباب اذا وصل هذا، اذا وصل هذا الفيديو 100,000 لايك زين شو اربح ماي. واذا وصل 150,000 لايك اخلي حميد زين شعري. وعد قد 100,000؟ 150,000 لايك زين شعري. 100,000 لايك زين شو اربح ماي. لا لا والله يوصلون. ايش قد تريد؟ وعد 100,000 لايك. 100,000 لايك والله يوصلونك. يلا اذا وصلت الفيديو 100,000 لايك راح زين شو اربح ماي. قسما بالله قسما بالله ازين شواربح ما يقدر اوصل 200. قول 200. 100,000 لايك. لا 100,000 ازين شواربح. عندك 200. واذا اوصل 150 ازين شعري. والله اليوم تعبنا جدي، بس نتعب حتى نوصل الشيء. وصلنا وكلينا وشبعنا. همشي كلينا. اي والله احسن لقطه هي هاي. لا يطيح لا يطيح. عاش 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 عاش. طبعا احنا طالعين من البستان رايحين. تعال شوف ايش لاحظنا. تعالوا مال ايش هاي؟ شنو؟ مايت هاي مال شنو؟ دواب؟ هذا لا دواب؟ شرح دواب صارها؟ دواب جابها للبستان. مال خنزير هاي. مال خنزير هاي. اللي ندور عليه هاي الايام كلها. مثل ما قلت لكم يا شباب ويا بنات، هذا المكان مكان خنزير، يعني كان نايم هنا بحيث من طبوا للبستان عالد ميت. دائما طب هنا القى. دائما هنا طب فطبه وشافوه قدامهم طلع ركض. وين كان؟ هنا نايم. شوفوا تعال المكان، تعال قرب له. تعال شوفوا هنا. هنا كان نايم. عدنا وعد ما عدنا. فما دام الخنزير هنا وصل وطب البستان راح نجهز له اغراض الصيد وننتظر الليله كامله، بس مو هالشي على ما نفرق. نجيب لوسي وروك والكسريه وننتظره. شوف السحر، راح اسوي لكم سحر بحيث هاي ثاني ايام بثلاث ثواني راح تشتعل. وعلى احلى شيء من تحركها. احلى شيء من تحركها والله. حلوه حلوه والله حلوه. ايه قاعده هي حلوه. هوندور بوندور ام تحسين السحارة. ام تحسين السحارة هاي. ولك ما تقدر فيه ثاني تين. لا حلوه اسرع من البنزين. شوف تقومت شلون تبقت. بعد ما ظلمت قلت لكم احنا شلعنا واحد ثالث فجبناه ويانا بالسياره، صعدنا ورا حتى ناكله براحتنا. اي حط يلا يلا قسم براحتك روح. طبعا اللي يسالني الصبغ البيدك منين اجى بالمقطع القديم؟ صبغت هاي صربوخ وكتبنا هناك بعد هم اسامي فظل الصبغ بيدي. اوه شنو الطعم؟ والله يجنن والله. يا يا بطل طلعت قعدنا هنا ورا حتى ناكل جمار، بس ما ندري بيت الجمار انت. بس مع ذلك قاعدين هنا ورا اسود. قاعدين ورا شنو؟ اسود. لا كبار انت لا كو اي شيء. نوصل للبيت ناكل نختم لكم الفيديو. صباح الخير. ما حبيت اختم لكم الفيديو البارحه لان ظلام ودنيا ليل، فقلت يصير الصبح حتى اطلع لكم لوسي وروك حتى ما تسالون عليهم بالتعليقات. تعال لوسي، تعال هنا لوسي. هلا هلا روك. تعال. شلون كان؟ وهاي لوسي وروك مثل ما شفتوهن بخير وعافيه والحمد لله. ان شاء الله بعد فتره ولوسي ان شاء الله تولد. ويلا هسه لهنا وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم خلوا لايك، واللي ما مشترك يشترك بالقناه وعلق 5 تعليقات على هذا الفيديو. والشيء الاهم لا تنسون تضيفون حسابي انستغرام.
قسما بالله اللي يحبني ويحب يتابعني حسابي انستغرام فوتي ستوريات ومنشورات عامه ودائما ابلغهم اول باول شنو يصير وياي انشر لهم. ومقبلين ان شاء الله على مسلسل برمضان، ادعونا يصير هذا المسلسل ناجح والله، مسلسل اكشن وخنفشاري من هذا اللي احبه قلبكم. ضيفوا حسابي على انستغرام وراح تشوفون ستوريات على طول اليوم، ستوريات ماي بطلان، ابلغكم شنو اللي يصير وياي بالثانيه. يلا باي، احبكم.